نبدأ بالمحصل. عندي هنا كوب موية على كوب دقيق، على نص كوب دقيق عفوا، ونحركها على نار هادية. وهذه العجينة عندي، شايفين كيف تماسكت؟ على النار شوي نحركها. كذا جهز عندنا المحصل. طبعا نشيل على النار ونخلي بطاسة عندنا على جنب لحد ما يبرد. نجهز عجينتنا ومقاديرنا على بال ما يبرد المحصل عندي شوي، واحطه مع العجينة. وبكذا جهزت عجينتي، عجينة فنانة فنانة فنانة. جربوها، شايفين عجينة طرية نوعا ما، ما هي ثقيلة جامدة مرة ولا هي خفيفة، يعني نقدر تشكلها. ودحين راح أغلفها ببلاستيك وخليها تخمر. وعندي هنا العجينة، دقيق، خميرة، سكر، ملح، وراح أنزل عليها باقي مقاديري، السوائل، عندي حليب، وعندي بيضة، وعندي المحسن اللي سويته معاكم. هذا المحسن اللي سويته معاكم، غلفته ولا بلاستيك. هذه هي مقادير العجينة. عندي زبدة لكن راح أخليها بالأخير. الحين راح أعجن العجينة كذا، وبعد ما تنعجن مرة خلاص تختلط مع بعض، أضيف عليها الزبدة وأخليها 10 دقائق في العجانة. عجينتي ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفين كيف العجينة، تعرفينها من أول ما تعجنيها تعرفين نتيجتها. أول ما عجنتها أنا عرفت إن العجينة هذه ممتازة. هذه عجينتي الحين، رشة دقيق، وراح أفردها مستطيل وأرجع لكم. شوفون السماكة اللي فردت فيها، هذه عجينتي فردتها، شايفين سمكتها؟ سميكة نوعا ما، ما هي نحيفة، خليتها عريضة. وراح أقطعها دحين المستطيلات. جاء على بالي أسوي سنب من نفس العجينة. عندي هنا العجينة، وعندي هنا زبدة ذوبتها مع سكر بني وقرفة، وراح أخلطها مع بعض ونفرد العجينة ونرجع. حركة الزبدة مع القرفة مع السكر هذه اختيارية، ممكن تحطين الزبدة وتحطين عليها السكر البني مع القرفة البودرة على طول كذا، وممكن تخلطينها بالطريقة هذه، كلها صحيحة. هذه فطايري خليتها ترتاح تقريبا ربع ساعة، من 10 دقائق لربع ساعة. الحين امسحها بالبيض وممكن بحليب سائل. اليوم راح امسحها بالبيض، واوقات كثيرة امسحها بالحليب السائل كمان، يعطي نفس النتيجة، لمعان ولون حلو للمعجنات. ممكن كزينة كذا اللي حابة تزين، ورقة بقدونس نلزقها عليها، راح تلزق على طول مع البيض. ونكمل. عاد ما أحكي لكم عن طراوة العجينة.
طرية طرية بشكل ما تتصورون، لازم تجربونها تعطوني رأيكم فيها.